كابتن حماده، هسألك اللي بيتقال في السوشيال ميديا ساعات من جماهير المنافسه، سواء للاهلي او زي، يعني في مدربين بيتقال عليها كده من جماهير الزمالك، وفي مدربين بيتقال عليها كده من جماهير الاهلي. انا اعلم الكابتن حماده هو دوره يدافع عن نفسه. قال لك كابتن حماده مش عارف بيسيب ماتشات للنادي الاهلي. بص، يعني عيب اتجاوب على السؤال ده. انا بحب نفسي طبعا. اكيد بتسمع الكلام ده ساعات من بسمع بيقول لك فلان مش عارف كابتن فلان ساب للزمالك بيلعب قدام الزمالك. لا، انا قدام النادي الاهلي مخرجه من قبل نهائي في كاس مصر، كسب الاهلي، لازم اكسب. انا عايز اكسب عشان وتعادلت. لو انا اناني كتير وتعادلت كتير يعني كسبت وتعادلت واتغلبت طبعا كتير يعني كله. انا عايز اثبت ذاتي يعني. بحب النادي الاهلي وكل حاجه، لكن ما بحبوش اكتر مني. بحب نفسي، عايز انجح، عندي امانه للمكان اللي شغال فيها. يعني بحافظ على اكل عيشي، بحل اللقمه اللي باخدها من المكان اللي شغال فيها. عايز اخاف على اسمك، اخاف على اسمي، على وجودي، على انا مدرب عايز انجح. مش معقول احط حاجه تعرقل مسيرتي في التدريب بحاجه. بسمع الكلام ده بحاجه عبيطه قوي يعني. كابتن، ظلمت حد في حياتك؟ غصب عني ممكن. يعني ممكن غصب عني اكون، بس مش قاصد. عمري في حياتي ما يعني، انا بحاسب نفسي كويس جدا جدا في شغلي، في كل حاجه، في حاجه في حياتي بحاسب نفسي. تعتذر لمين؟ لو اي حد غلطت فيه غصب عني ما اقصدش، لكن مفيش حد معين يقول لك انا ظلمت فلان. ما ظلمتش يعني، انا قناعه قدامي، لكن هو ممكن يشوف اللي انا ظلمته مثلا، وجهات نظر فنيه في الملعب اللي انا شايف ده من وجهه نظري. زعلان من حد عايز توجه له رساله؟ لا خالص، الحمد لله. انا الناس كلها بتحبك. الحمد لله، فضل من عند ربنا. كابتن حماده، لو خلص نهينا الحلقه ومسكت تليفونك وجات لك رساله، تحب تكون من مين؟ من مراتي. كل حلقة قول بقى عشان تروح. لا 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 والله لا. انا عارف، هي صاحبتي. انا عارف، انا عارف، انا عارف. انت عارف اولادنا كبروا ومشوا، خلاص اتجوزوا بتاع. لسه احمد بنتي هيتجوز ان شاء الله، ربنا يوفقه يا رب. لكن احنا اصدقاء، عارف، بعد العمر ده كله. لا، هم يعني مين اللي بتحكي له، مين يعني بيبقى مشاركك كل حاجه. اسمح لي انا واكلمها، قال لها وقفه في ظهرك، انا عملت ايه الحلقه النهارده؟ ايوه. تنتقد هي طبعا، او تقول لي عملت كذا في حته كذا، ولما اقفش في الكلام بقى هي والولاد بيتريقوا عليك. وحفيدي بيتريق عليا. انا عامل ايه دمها خفيف؟ قوي. تقول لها ايه يا كابتن حماده؟ انا زعلان يعني، هي زملكاويه قوي. لا لا، جميله، ربنا يخليها. تقول لها ايه؟ قول لها كلمه، قول لها كلمه. ربنا يخليها ليا هي والولاد، وربنا يكرمنا في المسيره بتاعتنا وكده، ونكملها على خير ان شاء الله.